مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد شوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يصح، يا إما هذا العصا. ما أحتمل أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يصح، يا إما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا السلام عليكم. يلا بيكم. تفضل. السلام عليكم. السلام. كيف الصحة؟ الحمد لله. ها أبو فلان، كيف الحال؟ أبو فلان. حلو أبو فلان، كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله أحسن. صدق يا عمي، مستعجل على انه يخرج من المستشفى. لا 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 لا، هذا الكلام عاد ما يعجب، ما يعجب. ليش عاد اسمع بعد يقول لي انت هني مرتاح، عنايه وخدمه، يا سلام على احسن هذا تبغى شيء؟ بعد تبغى تخرج بعد؟ زين خلاص الحين الحمد لله بخير، واشوف صحتي متحسنه. يا هلا متحسنه. تفضل عمي بالخير. شوف عاد، ما دام الدكتور ما مرخص لك، انا بصراحه ما وافق انك تطلع من المستشفى. انت صار لك كم يوم في بيت ابوك؟ ليش فيه؟ ترى بيت ابوها. الله يهديك خالي. اقول لك ايش اخبار العم ثابت؟ عمك ثابت يا امي ورط نفسه، جاء بلاغ من الشرطه لحد بيته. ما كان المفروض انها توصل للشرطه. ترى بالبدايه انت غلط، عاد حد يسوي مقاله مثل هذه المقاله؟ ترى ثابت. زين ايش صار في المركز؟ ترى راح المركز وانتظر نتيجه العمليه. عمليه؟ ليش هو رمضان صار عنده تسمم؟ لا لا، يقولون انه طلعت الدوده الزايده. سووا له عملية وحين ينتظرون يصح، ومن يصح بيكمل الإجراءات المركز. مسكين العم ثابت، أكيد الحين حالته حالة. عمي بالخير، خليه قلب الله يخليك. عفا عليك يا بنتي، توصينا عليه. أنا بإذن الله بسعى إن هاي المسألة توصل للصلح. إن شاء الله عمي بالخير. زين خلي وين العم ثابت الحين؟ الحين الله يسلمك ثابت يكشف الدربة. Yeah.
انت ايش بدك تسوي كل يوم؟ يا الله يا رمضان يا اخوي، لا يكون قلبك قاسي علي، انا اجي اطمن عليك. اطمن علي انا ولا على نفسك؟ يا رمضان يا اخوي، مالك الله يهديك انت، مالك الله يهديك. احنا يا رمضان اخوه، اخوه واصدقاء. لا 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 لا، اللي سويته فيه ما يسموه صداقه. تراني يا اخوي لا حول ولا قوه الا بالله، انا تراني الله يهديك كنت ارد عليك المزحه بس لا. مزاح كان ثقيل. تراني يا اخوي ما اقدر تقيس عليه، وانت الله يهديك ما تبلغ. ما انا اللي بلغ، اخواني بلغوا. الله يسامحهم اخوانك، طلعوني متهم. تراك متهم؟ اسمع انت، افهم من كلامك انك ناوي على شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كيف حالك اليوم؟ الحمد لله مشكور يا ابو الخير على زيارتك مشكور. هذا شيخ وكلي؟ وانا اقدر اترك رمضان قبل لا اطمن عليه، ما اقدر. القانون يا اخو مجرى. رمضان بصراحة أنا أريد تعويض. تعويض عن إيش الله يهديك؟ يا بني آدم أنت هنا ما بسبب العلول، أنت طلعت فيك الزايدة. والله عاد أنا الزايدة ما كنت أشتكي منها إلا لما أنت حللتني. أيوة بس أنت تقول تعويض. تعويض عن إيه؟ عن إيش بعد يا أبو الخير؟ أنا رجال على الله وعلى زيادة التدريب هذه، وصار لي كم يوم نايم في المستشفى، يعني كيف؟ ما أبغى تعويض على ذيل الأيام؟ أسميك طماع؟ نعم طماع. بتعق كل شيء علي أنا؟ يا خسارة سهر الليل عليك، أنا رايح عنك. تعال يا رب تعال خلنا نتفاهم، اصبر شوية. ما حد يتفاهم مع هذا مع زاجل. ساعدك بلا. انت لازم تتركي هذا الشغل لانه يضر بصحتك. انت جبت الدواء؟ نعم، واعتقد انه سينفع هذه المره. انت كل يوم تقول هذا الكلام. هات هات الدواء. والله هذه الناس متحيله. نعم هذه الناس متحيله نعم، يتاجروا حتى في صحتهم. وهذا رمضان حصلها فرصه، لكن علي انا ما علي انا، انا ثابت بعرف عن علي. مالك ثابت كلام تتهضم؟ وابوي انا حتكلمني؟ امي انها تكلمك. اوه فريد سلامات، مالش كذاك؟ وجهش متغير وصوتش متغير وعصب راسش خير ان شاء الله؟ ثابت انا في صداع في الراس صار لك كم يوم. مسكينه. زين رحت العياده والمستشفى؟ ليس هناك داعي، انا قمت باللازم. ايه سويت بانتي؟ شخصت حالتها اكثر من مره، وصفت لها الدواء واحضرته من الصيدلاني. ويا ريت انه لو بفايده. معلوم معلوم بدون فايده، ما دام هذا ولدش متدخل في الموضوع. انا استفدت من معلومات الغزيره في العلاج. اصيله با باغي نصيحتي. روح المستشفى قبل لا تطيحي طيحتك الاخيره. كيف بطيح وابوي وثياب الناس؟ هل راح ولا لا؟
شوفوا اللاعبين هين راحوا بعدهم. وش شايف يوسف؟ شايف يوسف؟ لو حد غيره قال لي شايف كان بس عم يحطون عمري. خلاص بمر عليك يوم ثاني. أنا ليش أنت تراك ترى في واصل؟ لا لا لا، كلام الناس مثل الوسواس ويدق في الراس ولازم نرجع. وحي ما فهمت اللي كلامي. يعني يقصد ان اليوم يعني ما مناسب للزيارة. ايوه. عجب مدى. يوم ثاني. يلا رجل سبقنا عبد الله. يلا بشير بشير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ها خلصتوا؟ مليت راني قاعدة في المستشفى مليت. ايوه بس لا تظن نفسك انك بتطلع من المستشفى وتقوم تدور من هني وهني. لا حبيبي، انت بتجلس في البيت وبعدين يكون في علمك ماشي شغل. سمعت خالي؟ ها؟ اشوف بتساعد ناوي علينا سجن ناوي بتساعد. لا لا عاد انا ما كذا يا ميتي. يعني شوي يخرج عشان خاطرك انت بس يا عمي، ولو انه بصراحه ينسى نفسه في شغل لين يتعب. والله ذكرتني، عندي شغل وايد لازم اخلص خلال هاليومين. نعم شفت كيف؟ ترى يا شباب، يا زهرة شباب. سمعني زهرة، سمعي، خذي هذا المبلغ ووزعيه للسيستم ولا وربعت تكلم لك وزعيه. كم؟ 100 ريال استعلم. لحظة لحظة لحظة، الحين انت ليش تعطي هالمبلغ للممرضات؟ كيف ليش بعد خالد؟ تراني تعبان وسهران علينا طول الليل، يعني شيء بسيط. هي بس انه ياخذ الرواتب بالمستشفى. هذه هدية بسيطة عمي، نظير تقديم خدماته لزوجي بدر. هذه الهدية البسيطة اللي تقولين عنها ما كل واحد يقدر يقدمها، ولو تعودنا ان نخدم المرضى لان الهدية تنتظرهن كان ذيك على سالفة ثانية. لا لا خالي انت كذي كبرت الموضوع. اذا كانت هاي الفلوس زادت عليكم هاتوهن. يلا يا خالد روح. يلا كلمة شكر تكفي. ان شاء الله سوي لهم طلب تورسي لهم طلب. يلا ابو الخير. تو مالك الله يهديك انت؟ مالك جايبني عند غريب وانا عندي شغل البيت؟ بتلحق على شغلك بتلحق. انا جيت اسئله في موضوع يخصني، اذا ما تم عاد بشوف ايش اسوي. يلا انزل انزل خلا. يلا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا هلا حيا الله والله بالعمومه. كيف انت بديت تطلب مره ثانيه؟ ما يدوب عن سؤال بهذا العم ثابت. حسبتك اول حسبتك يا العم ثابت، ذاك زمان وراح. ها زين يا ولدي زين زين زين. ها عم ابو الخير مو الاخبار؟ انا نصيتك وجب تامرني. ما يامر عليك عدو. خير؟ شوف انا فقط فراغي بجي اتعلم هذه الشغله في هذه الورشه. ابو الخير ها مالك انت مريض فيك شيء ولا شيء؟ انت تتكلم جد؟ معلوم هالمسائل ما شمزح. عز الله قنيت يا ابو الخير. انت تشتغل هنا؟ انا قلت اتعلم هنا اتعلم. ها ايش قلت؟ تعلمني؟ ولا يهمك، هذه الورشة جاهزة ولا بعد جاهز ومستعد. انت على ايش ناوي؟ قول لي. ناوي اتعلم هذه المهنة ناوي. نعم والتفاصيل بخبرك عنها في السيارة بعدين. هي لك انت ما تقدر تصل هاي الشغلة. وما يقدر يا عم الانسان قبل ما يقول ما اقدر يحاول. انت ما تقول مستعجل ما يستعجل. مستعجل نعم. طيب يلا مع السلامة. جاهزين؟ مالا سمت. يلا ابوي حياك. مالا وين رحت انت؟ رحت ادور موقف حق السياره بعد. وين رحت بعد؟ فاتك فاتك فاتني. رمضان خرج؟ لا زيدان دخل. زيدان؟ اي مش جابني زيدان. اقول لك انا تراني شاك في الموضوع. اقول لك خلي اروح وراه. يلا هو
هو الحمد لله يا خالتي، انت الحين احسن. الحمد لله زين، يوم اني رحت المستشفى ولا كنت بتعب اكثر؟ عقب معقولة يا خالتي تخلي فريد هو اللي يعالجش؟ ايش اسوي؟ ترى يقول اوين معلوماته؟ غريزة؟ غزيرة يا خالتي. هي هذه. يلا يا زهرة يا بنتي، مرة قام يقيس لي ذاك الضغط، ومرة يقيس الحرارة، ومرة قام يجيب لي حبوب ما منها فايدة، والصداع زاد. انزين خالتي، ايش قالوا ليش في المستشفى؟ قالوا لي اوين سبب هذا الصداع مو فيي، اوين السهر، وقالوا ان اوين النظرة عندش ما يدين هناك. عقب بيكون تلبسي نظارة. اظنك ذاك. زين اقول ايش اخبارش مع بدر؟ خير؟ صار شيء؟ هتكلمي قولي شيء خبريني. ايش اقول لك بس يا خالتي، انت تعرفي اني انا حامل. كملي. لا يا خالتي، انا احيانا احس بالام وتعب واتضايق، وما اريد احسس بدر بكل هذا. لا يا زهرة يا بنتي، التعب هذا من الحمل، لان الحرمه كل ما جا شهر تتعب وتحس بالثقل، والمفروض ان بدر عارف هذا الشيء. المفروض يا خالتي، بس انا تراني اكون متردده. زين تبغيني انا اكلمه؟ لا يا خالتي لا. زين عقب لازم انت تكلميه وتتفاهمي معاه، لان اللي في بطنك ولده مثل ما هو ولدش. والاهم من هذا يا بنتي انك ترتاحي. ها بتكلمي؟ محروز يا ولد حمود، محروز. طاح طيحة يا زينان، لا أكلها أكل ولا شربها شرب، وأخذتها يبتهني وبدون فايدة. لا تخاف، علاجه عندي. الدكاترة يقول وين عنده ضعف، هين ضعف وهو ياكل ما شاء الله. مالك ولدي؟ ويش يضحك؟ شفت شيء يضحك؟ ايوه شفتك انت. ما ولدك هذا اللي يتكلم؟ عقب من؟ هم اللي يتكلموا، ولازم تسوي له رمسه. بسوي له. وتسوي مغبار قدام البيت، صندل ولبان وعنبريه، لا تنسى. صندل ولبان وعنبريه قدام البيت. بالنص، لا تروح لا يمين ولا شمال. من ابو الخير وثابت؟ انت بعدك ما تبت؟ ما مني هم صدقوني. ما ساتنك لقينك؟ ما ساتنك؟ قلت لك ان الناس يا جماعه، انا انسان عادي وما حد راضي يصدقني، وكلهم عايشين في درجه وهم، وكلهم باي يضربوني. مهما كان ما المفروض تطوعهم يا زيدان. انت وش فيكم الحين؟ ايش فيكم مع المعلم؟ ها؟ معلم؟ وصل بك الجهل يا حمود انك تجيب هذا المشاوذ في المستشفى؟ يا جماعه اعذروني، هذا ولدي وابغاه يصح باي طريقه تكون. الصحه والمرض من عند الله يا غشيم، ما نجيب زيدان هذا. زيدان خبر انت من تكون. يلا خبره. اتخبره ولا خلي هذا الخجلان اتخبره؟ اسمع عنك. بخبره. قول له. نعم حمود، انا نجار، والله نجار، وكل ذا الكلام وما صدقتني وما اعرف شيء في الطوفان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سامحني ابو الخير، هذه اخر مره. زين روح انت وصاحبك قريب هذا برا، وانتظرون هناك لحد ما اجيكم. ثابت؟ نعم. حرصهم على يطيرون ان شاء الله. يلا روح معهم. ما يجيبك انت ناجي بالطمي. وانت ليش ما تتكلم وتقول ان هذا غلط؟ قدام ابوي ما اقدر اتكلم، لاني لو تكلمت كان قلت كلمه واحده بس هو ما يحب يسمعها. كنت بقول له يا ابوي زوجني من الانسانه اللي انا اريدها، يا ابوي البنيه يريد زوجوها، يا ابوي قدر مشاعري ولو مره. لكن ما اقدر اتكلم، ما اقدر. سمعت يا حمود؟ سمعت؟ ولدك ما يريد مستشفى ولا زيدان، يريدك انك تفهمه وتنفذ رغبته. الا شبابك ما المفروض استسلم
واجلس فراش المرض. قم قم وشيل عندك الهموم. قم ولدي عبد الله السلام. لا ولدي يا ولدي. ما قلت يا زيدان ويا رجب. أنا صرت على نصيحتك وبديت أشتغل. حس الناس تبعون وطمعون من جديد، ولكن بوعدك إني بتوب. بوعدك يا أبو الخير بتوب توبة توبة. أنت حر يا زيدان، وخلي ضميرك يتكلم، ما عندي غير هذه الكلمة. يلا يا ثابت. ما تبغاني أرش حبها الخزواني ليلة تفيح روحها؟ انت اذا ما تحركت رمضان بيرشحك بالغرامه. ابي بلا شو وشيمه شيمه. انا طلبت من اخواني انهم يتنازلوا عن القضيه. والله احسنت يا رمضان احسنت. أنا قلت نعم إني خلت، إني أنا ما بهون عليك. وأنا متأكد من عقلك يا رمضان، نعم إني متأكد منك. اللي يعرفك يا أبو الخير لازم يفكر بعقل. وأنا؟ أنت أرجوك وأصل حدي منك ترى. مالك رمضان؟ مالك إيش فيك؟ زين أنت ما قالوا لك متى بتخرج متى؟ اليوم بخرج. أقف بكم المغرب. ها؟ ثابت. أنا أروح أبوي قبل لا يغير كلامه. يلا يلا مش 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 يلا. آه يا عزيزة، القلب يشتكي ويئن، الروح والها تعزف لحن الشجن. يا ولدي يا ولدي لا تسوي في عمرك ذاك يا ولدي. اتصلت فيها يا أم؟ اتصلت يا ولدي في زهرة وخبرتها ووعدتني انها تجيبها. لقد نفد صبري وضاق قلبي يا أماه، وكم أردد الآه تلو الآه. يا ولدي لا تقطعني في وادك ذاك يا ولدي، أنا أمك، ارحم نفسك شوية. وصلت وصلت. آه يا عزيزة، أين أنت يا عزيزة؟ أين أنت؟ آه يا قلبي، آه يا حياة. السلام عليكم. آه ثم آه. أمريتي عليها يا زهرة؟ أمر على البنية إيش أقولها بس يا خالتي. وبعدين بدر ما يخليني. نجي يا بدر، ما تشوف لولدك ذاك تعبان وحاطه ضريرة. الله يهديك خالتي، أنت تصدقي هذه الحركات؟ فريد قوم وخلي عنك لعب الأطفال. قوم. قلبي قلبي يا بدر قلبي. آه يا ناس قلبه، جيبوا له عزيزة يا ناس. يا خالتي يا خالتي، نجيب بنت الناس هني ايش تسوي بس؟ أنا أعرف يا زهرة أنه ما يصير، بس عشان ولدي يرتاح. هن ثم فريد. كونك تدعي المرض عشان عزيزتك هنا هذا غلط. وأنا وعدك في أقرب فرصة ممكن بنخطب لك إياها. يا أخي خلي عنك هذه اللعبة، البنية تريدك. ها هذا فعلا أحسن خبر سمعته بحياتي. كيف بدر ناولني بنيله ومخلني أنا أحاتيك وتعبانة وفي الآخر تطلع لعبة؟ يا أمي. Thank you.
احسنت. شوفوا كل يوم مرتاح. مرتاح نعم مرتاح، وقلبي مطمن على سالفتي مع رمضان. والله يا ابو الخير التوبه، نعم التوبه، وامزح مثل هذا المزاح مره ثانيه. الواحد يا ثابت ما يريد مشاكل، بس ما نسكت. شوف هذولك، شوف وين هالخيزران هذه، وين؟ ابو الخير مالك الله يهديك انت، لحظه شويه. هنا ايش يا دود مالك الله يهديك؟ دواهم من الخيزران هذه. شوف انت، ها مو باقلهم. ليش مخلي مدرستك وجالس تلعب بالشارع؟ مدرسه بالحق عليها تو الناس. تو انت مالك ابو الخير الله يهديك؟ احنا مالنا ومالهم؟ خليهم يمشوا يلعبوا. كيف مالهم انت ثاني بعد؟ قاحم السور وجاي يلعب برا هني وتارك المدرسه؟ من قال لك اني قاحم السور تارك دراستي؟ انت شفتني؟ بعده يرد، بعده يرد. سمعته ثابت؟ سمعته؟ يا ولد انت ليش ما وقفت مع اربعتك؟ ليش وقفت؟ وليش اركض وانا ما سويت شيء غلط؟ اسمع اخلاق، اسمع انت، اسمع، هاي بدل لا يعتذر. اعتذر عن ايش؟ ما علي يا ولدي، انت اعتذر وقول مره ثانيه ما اعودها. الظاهر انكم فاهمين بالغلط. اسمع بعد يطلعنا ما نفهم. زين فهمنا الشيبه، احنا اولادك الصغار وباغين نفهم، فهمنا ابوي. نحن ندرس فترة ثانية، وابونا جابنا قبل المواعيد بنص ساعة، وجلسنا نلعب لأن دورنا بعد ما جاء. حتى ولو، ما نفرض أنكم جلسوا تلعبوا في الشارع. الظاهر عمي أنت تريد تتنازع بس، أنا بروح. تعال تعال اصبر، إيه؟ أنا بعد ما خلص كلامي. وأنت ليش تشوف علي أنت الثاني بعد؟ تبغى الصراحة؟ قول. ما لها داعي هذا العصبية أبداً. المفروض أنا اللي أعصب ما أنت، أشوف استوى العكس. سويت انا الهادي وانت العصبي، مالك انت نغبه. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ صلح اغلاط الورى؟ بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير وصاحبه من بق امره غريب، ما يندري بكره يشوف معكم نطوف، بكره يشوف معكم نطوف. بالخير.